بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أن، مرحبا بالجميع. النهاردة يوم الأربعاء، هو اليوم المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة ندي عمارة، ده اسم صفحتنا. نتشرف نستقبل أسئلة حضراتكم عليها، مخصصين يوم الأربع للرد على الأسئلة. احنا بنذكر حضراتكم بأيامنا والمواعيد بتاعتنا، احنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبنتشرف بعد كده في ذات الحلقة أن احنا نتلقى أسئلة حضراتكم معنا على الهواء مباشرة، قدر الطاقة نجيب على أغلبها في ذات الحلقة. يوم الأربع مخصص للرد على أسئلة حضراتكم كما ذكرنا. مواعيدنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء الساعة 5 بتوقيت جمهورية مصر العربية. معانا أول سؤال معانا النهاردة، بتقول لو سمحت، إحنا 30 واحدة وعاملين ختمة قرآن، بنفرق الأجزاء على بعض، ولما كلنا بنخلص بنكتب تم، يعني بيبعتوا لبعض تم إيه الجزء بتاعه، وبنقول بعد كده دعاء ختم القرآن، بالعلم يا دكتورة إن كل واحدة بتقرأ الجزء في بيتها، فهل تحسب لنا ختمة كل أسبوع أم لا يجوز الختمة على هذا الحال؟ من المقرر والمعلوم شرعا واللي برضو عليه الفتوى إن القيام بعمل ختمة من القرآن الكريم أو قراءة ما تيسر من السور والآيات القرآنية الكريمة، إنها من الأمور المشروعة ومن العادات المستحسنة ومن أعمال البر اللي بتوافق الأدلة الصحيحة والنصوص الصريحة، وبرضو بتوافق فعل السلف الصالح كذلك في الاجتماع على الخير، وإنه جرى كمان عليها عمل المسلمين الكرام عبر القرون من غير ما حد ينكر عليهم هذا. واللي بيدعي ويقول إن ده بدعة فهو إلى البدعة أقرب، لأنه لا دليل أو لا يوجد دليل في منع إن أنتوا تعملوا الوضع اللي أنتوا بتعملوه ده وأنتوا بتتشاركوا في الخير. ومما يستدل به على صحة فعل ذلك إنه أنتوا كمجموعة مع بعض بتقوموا بعبادتين عظيمتين. العبادة الأولى هي القيام بتلاوة القرآن الكريم وحرصكم على أنكم تعملوا ختمة رغبة في الأجر والثواب من الله تعالى. وأخرج لنا الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. يعني الحرف بيساوي حسنة، وشوف بقى بشرى النبي عليه الصلاة والسلام: والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني عايز أقول إن كل حرف هو حسنة، والحسنة ربنا من رحمته ولطفه وكرمه بيضاعفها لعباده المؤمنين العشر أمثالها، فتاخد عشرة نقاط، يعني أنت بتقرأ ألف لام ميم بتاخد 30 حسنة مع هذه المضاعفة، والله طبعا يضاعف لمن يشاء، وعلى قدر إخلاص العبد بتأتي بقى تضاعف أو بيكون له تضاعف هذه الحسنات. اللي أنتم بتقوموا بيه كمجموعة مع بعض هو في الحقيقة كمان، يعني اللي أنتم وأنتم كل واحد بياخد جزء 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 وفي بيته بيقراه، اللي أنتم بتقوموا بيه ده مع بعض هو تعاون على البر والتقوى اللي القرآن أشار إليه. ليه؟ لأنه في تنشيط، أنتوا بتنشطوا همم بعض لعبادة تلاوة القرآن والاجتماع عليها،
بما هو متاح بالنسبة لكم كلكم ربات بيوت مسؤولين عن منازل، مش هيبقى صعب تسيبوا بيوتكم وتروحوا تلتقوا، ربما يحدث بعض الوقت وربما ما تستطيعوش، فوانتوا في أماكنكم بتعينوا بعض وبتحفزوا همم بعض على ختم القرآن الكريم. الشرع الشريف بيرشدنا إلى ذلك، إنه ده من كل تعاون على الخير نقف جنبه بما تيسر للناس، والشرع أساسه وروحه التيسير. الله يقول سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وده من قبيل هذا التعاون. ولا بأس، وما تفكروش في انه اصل احنا ما بنلتقيش في مكان واحد، لا بأس من ان يكون اجتماعكم لختم القرآن الكريم حقيقة في مكان واحد، او حكما بان كل واحدة منكم تكون في مكانها وتختم الجزء وتقول تم، عشان كلكم لما تتموا الختمة دي تبتدوا في الدعاء، وده لا يؤثر على الختمة ولا على صحتها إن كل واحدة منكم بتقرأ في مكان، وثوابها يحصل إن شاء الله تعالى. فأبشروا خيرا وربنا يأجركم ويجازيكم خير، ودايما كده بتشدوا أزر بعض في الطاعات. السؤال الثاني اللي معانا النهاردة: هل كثرة الابتلاء ذنب أم رضا من الله؟ وهل الإنسان لازم يظلم نفسه عشان يرضي صلة الرحم؟ ينبغي على المؤمن إنه في بناء المعرفي الإسلامي يعرف ويتعلم ويعلم إن الابتلاء قدر من أقدار الله تعالى، وإنه يستحضر أمام عينيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها، يعني بتضرب المثل، يضرب المثل النبي صلى الله عليه وسلم، أقل أذى يأتي للإنسان المؤمن، ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها، شو بقى من أقل حاجة لأعظم حاجة يبتلى بها المؤمن، إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. يبقى وإحنا في الرحلة دي بتصبنا أقدار كثير، والمؤمن صابر يتلقى الأقدار برضا لأنه يعلم أنه يتعامل مع حكيم رحيم، فهو بيتلقى الأقدار وبيصبر على ما قضى الله وقدر، ويعلم أنه مثاب على صبره، فما من شوكة فما فوقها إلا إن ربنا سبحانه وتعالى بيرفعه بيها وبيحط عنه السيئات. فإذا وضع ذلك أمام عينيه هدأ. كما إنه ينبغي للإنسان المؤمن ألا ييأس أبدا من رحمة ربه، أو إنه يضجر من الدعاء، أو إنه يعني يقول إيه ده كل الوقت ده أنا في البلاء ده، ما تستطولش زمن البلاء. وليعلم إنه من أمارات محبة الله للعبد إنه يمتحنك فتكون صابر وراضي حتى وإنت متألم، لأنه الألم ده مغفرة ورفع درجات، وإنت واخد بالصبر الجميل. معنى الحديث الوارد في السؤال إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد خير اختبر وامتحن بأي نوع من أنواع الابتلاء. وزي ما أخرج لنا الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن سيدنا عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. يا سلام، يا الله، يدي امتحان. شوف هو في ظاهره امتحان، ولكن هو عايزك بقى تأنس بالله، تخرج من حيز الامتحان الصعب ومتاهات ان انا ده انا ممتحن، ده زمن البلاء طويل، ده بيحصل وما بيحصلش، وانا في ناس تانية معرفش كذا، ويبدا الانسان يقول له ده انا بجتبيك. عايزك تخرج من المحن بالاتصال بالله الواحد الاحد، يسمع تضرعك، يسمع انك بتدعيه، واثق في رحمته، واثق في عطائه، واثق في فرج الله القريب. ده من علامات الحب للعبد. وفي رواية تانية
أخرى أخرجها الإمام الترمذي في السنن، في سنن الإمام الترمذي، عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يعني من علامات وأمارات محبة الله للعباد يمتحنك، فأنت تتلقى الامتحانات بصبر جميل وثقة وحسن ظن في الله الكريم. ده مهم، ودي من علامات الحب للعباد، وبنقدر يعني بنفرق ما بين ابتلاء الرضا وابتلاء الغضب من النقطة دي، بإن ابتلاء الرضا إن ربنا راضي لكن بيبتليك محبة مش غضب، بيبتليك رضا عنك مش غضب عليه. ابتلاء الرضا هو اللي بيقابل من العبد بالصبر الجميل على البلاء. ابتلاء الغضب إن يقابل من العبد بالجزع، ليه بيحصل فيا كده ليه وما فيش رضا بحكم الله تعالى. يبقى الإنسان هو بيبان له على طول إذا كان ده ابتلاء رضا أم ابتلاء غضب. ومن الفروق بينهم بين ابتلاء الرضا وابتلاء الغضب إن ابتلاء الغضب باب من العقوبة والمقابلة، أنت مش بتقابل الامتحان الشديد بالصبر والرضا، لا بضجر ويأس. لكن الابتلاء بالرضا علامته ايه؟ وده انت ابتلاء الغضب علامته عدم الصبر، وانك بتشتكي تشكو الى الخلق صنع الخالق فيك. ابتلاء الرضا غير، ابتلاء الرضا ده ابتلاء محبة بيكون فيها تكفير، بيكون فيها تمحيص للخطيئات، علامته إن صاحبه المبتلى معاه صبر جميل من غير ما يشتكي ومن غير ما يجزع، وبيكون ده معاه رفع لدرجات العبد. وعلامة الابتلاء بالرضا، الابتلاء ده إنه ده ابتلاء رضا، علامة الرضا فيه طمأنينة نفس المؤمن ورضاه بقضاء الله فيه والسكون لأمر الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة للجزء الأول في سؤال حضرتك. الجزء الثاني من السؤال الخاص بأنه أنا لازم أأذي نفسي عشان أصل رحمي، لا، لكن أبقى طبعا فاهم وبستدعي هذه المعاني الشرعية المهمة بأن صلة الأرحام من أعظم الأمور التي حث عليها الشرع الشريف، لكن من دون ضرر على الإنسان القاعدة الكبرى المقررة شرعا أنه لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز للإنسان أن يؤذي نفسه أو أن يؤذي غيره، ممنوع، لا ضرر ولا ضرار. ممنوع الإنسان يعني لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك لكي تصل رحمك، ما حدش قال لك كده، لكن الإنسان يعقل الأمور ويصل بالحكمة إلى أشياء كثيرة وشايف أنها بعيدة قوي عنه، لا بالهدوء وأفكر، وربنا بيوفق العبد على قدر نيته. عشان كده دايما نقول ما ناخدش نوايا بقطيعة رحم مهما قابلتنا شدائد من الرحم من صلة الأرحام، ما خدش نية بالقطيعة، وأسأل الله التوفيق، إياك نعبد إياك نستعين، اللهم أصلح ذات بيننا، ويدعو الإنسان بخير من خير الدنيا والآخرة، ويسأل الله المعونة والفتح، ويصل رحمه ولا ينوي القطيعة. لكن يصل إزاي بقى؟ يفكر ويحسن التفكير إنه يصل الرحم بالقدر اللي بيتحقق به المطلوب الشرعي من صلة الأرحام من غير ما يوقع نفسه في حرج أو مشقة، ومن غير نية قطيعة رحم. أنا لسه هفكر، أيوة، ما إحنا دلوقتي في دنيا فيها امتحانات، فأنا عايزة أعدي من كل امتحان سالم غانم. شوف كده الواحد وقعد في لجنة الامتحان عاوز يخلص، عايز يخلص في أمان وسلام، وإحنا كمان عايزين نخلص رحلتنا في الحياة الدنيا بأمان وسلام وتوفيق من الله العظيم. أسيب حضراتكم مع هذا الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نكمل الرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا الرسمية للبرنامج بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا،
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، ما زلنا في شريف الرد على أسئلة حضراتكم اللي بنستقبلها على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة. معنا أخ فاضل بيقول: أرجو قراءة رسالتي. أنا عندي 34 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندي إعاقة في الأيدي والأرجل، شفاكم الله وعافاكم. بيقول: أهلي رافضين تماما فكرة جوازي رغم إلحاحي الشديد عليهم، وبحاول طول الوقت أقول لهم إن الشرع أباح للزواج لذوي الاحتياجات الخاصة، وهم غير مقتنعين بكده، وطول الوقت بيهزوا ثقتي في نفسي وبيقولوا لي أنت مين ترضى تتجوزك، لدرجة إني كرهت اللي أنا فيه، وتمنيت أني أكون من الأصحاء لأن أنا فاهم نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة. كمان أنا عايز أتجوز عشان ضميري مأنبني، لأنه بسبب العزوبية يعني بلجأ لطرق غير شرعية مثل عدم غض البصر وغيرها، وأنا عارف أن ده غلط، بس ما فيش حل تاني قدامي غير كده. أرجو إجابة تشفي الصدور. نسأل الله التيسير والتوفيق. ديننا دين الإسلام هو دين الرحمة، دين التيسير على كل عباد الله. ربنا سبحانه وتعالى نبهنا إلى ذلك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأخرج لنا الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. فروح هذا الدين التيسير. عشان كده من محاسن الشرع الشريف إنه رفع الحرج في كتير من العبادات والواجبات عن بعض المكلفين، وممن خصهم الشرع الشريف بمزيد من التيسير ورفع الحرج عنهم ذوي الهمة، سواء كانت الإعاقة بتاعتهم إعاقة جسدية أو ذهنية، أو جسدية وذهنية، أو إذا كانت الاثنين مع بعض، لأنه قدر الإسلام الأعذار بتاعتهم، لأن الخالق العظيم أدرى بصنعته، لذلك أسقط عنه بعض من التكاليف الشرعية، والبعض الآخر كان فيها تخفيف عليهم فيها. واهتم الشرع الشريف وأولى ذو الهمم عناية كبيرة جدا، فحرم في المجتمع الإسلامي عشان يكون قدوة للمجتمع الإنساني، حرم السخرية والاستهزاء بكل صورها وأشكالها، ولأن الشريعة الإسلامية جاءت لحث الناس على مكارم الأخلاق، وأن الناس تبعد عن بذيء الأقوال والأفعال، وجاء عشان كده الذم والنهي عن السخرية، أن تسخر من حد أو تستعمل اللمز أو الاحتقار، كل ده نهينا عنه، كما هو واضح في قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. شوف، مش بقولك ولا تلمزوا غيركم، أنت لما بتلمز إنسان، بتسيء إلى إنسان، بتقول لفظ أو إشارة أو حركة أو إيماء، أنت الحقيقة مش
مش بتسخر من غيرك الحقيقة، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، أنت بتسخر من نفسك. قال ولا تلمزوا، قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالإنسان لابد أنه يخرج نفسه من دائرة ظلم نفسه بارتكاب ما يغضب المولى سبحانه وتعالى. ومن مثل ذلك السخرية، أن تسخر من أي إنسان ده محرم، لابد. الإيمان لا يستقيم مع هذه الحالة أبدا. بالنسبة لقلب سؤال حضرتك، طبعا الزواج حق ثابت للقادر عليه بمقتضى الجبلة البشرية، الفطرة اللي ربنا خلق الإنسان عليها، لأنه الإنسان مركب من أو مركب فيه الشهوة والعاطفة، فبالتالي عنده هذا الاحتياج. بيحتاج إلى الزواج، ده برضو بيحتاج إلى سكن ونفقة ورعاية وعناية، كل ده لازم يكون متوفر لمن أراد ذلك. لأن والزواج نعم سكن وغض، بيعين على غض الطرف وأشياء كثيرة جدا، لأنه بيعين الإنسان المؤمن أن يكون أغض للبصر وأحصن للفرج، كما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. الإعاقة المذكورة في السؤال لا تمنع من الزواج، بل حضرتك يا صاحب السؤال في هذه الحالة بتزيد عن غيرك بشدة الاحتياج اللي حضرتك أشرت إليها، أو باحتياجك كمان لرعاية زائدة أنت محتاجها في الزواج، وحضرتك ولي على نفسك، وحضرتك اللي بالتالي بتحدد احتياجاتك، وأهلك دول برضو من الأولياء، إنما هم أعوان لحضرتك في هذه الدنيا، بيعينوك على إنهم ييسروا لك أمور حياتك ولا يشقون عليك. بقيت نقطة مهمة لازم أقولها. طبعا لو كان هناك يا أخي الفاضل أمر طبي يتعلق بالزواج الآن أو في خصوص الذرية المتوقعة إن شاء الله تعالى، فهذا ما يسأل عنه طبعا أهل الطب من الأطباء الماهرين الثقات، لأن إحنا مش هنروح نتجوز ونغش بنات الناس. يعني إذا كانت أنا محتاج رعاية طبية معينة، أكون لابد إن أنا أروح لأهل الاختصاص عشان ياخدوا بإيدي، وعشان برضو قدام لو تم أمر الزواج لا أؤذي ولا أخدع ولا أغش من أريد الزواج منه يا صاحب السؤال. وأسأل الله سبحانه وتعالى لك وللجميع فرجا قريبا. احنا هنطلع عليه كتابنا، كتاب قلوب عامرة، وبنذكر ان احنا بنقرأ فيه برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. فإلى كتابنا، كتاب قلوب عامرة. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته ازاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في تصحيح سورة الإنسان. بنذكر حضراتكم بالرواية اللي احنا بنقرأ بيها، رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. نتابع مع حضراتكم، احنا صححنا الحلقتين اللي فاتوا بس ما زال الشباب بيقروا لي التصحيح، فنفتح المصاحف للمتابعة معانا. احنا أنس قرأ المرة اللي فاتت، يلا يا أستاذ آدم استعز وسمي الله وجزاهم بما صبروا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. لا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الجنة منصوبة، جنة تو جنة وحريرا. متكئين متكئين فيها على الأرائك. ههمس بقى، ما انا وقفت على الكاف يا آدم. لما اجي بقف، بقف على ايه؟ على ساكن، ولا بقف على متحرك؟ طب انا هقف على ساكن، يبقى انا هسكن الايه؟ الكاف. لما سكن الكاف هيبقى حرف عندي ايه؟ همس. مهموس. ما انا عملت كده. لا، ما سمعتش الهمس، ده انا ما سمعتش الكاف اصلا. متكئين فيها على الارائك. سامع دي؟ في نفس، في هوا طلع. متكئين فيها على الأرائك. شطور. أخيرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. مفيش الأذى اللي بنشوفه في الدنيا، أي نوع من الأذى مش هتشوفه. مفيش شمس حارقة، مفيش برد قارس، قاعدين متكئين على الأرائك والفرش الجميلة أهل الجنة. الجنة غير، ما فيهاش أذى خالص، لا من خلق ولا من مخلوق. ودانية عليهم ظلالها. قولي بس كده. ودانية عليهم ظلالها. ودانية عليهم ظلالها وذللت. قول بس كده. انت شاطر ومجتهد، ما تخافش. ودانية عليهم ظلالها وذللت. عايز اسمع الهمس. وذللت. وذللت قطوفها نذلة. تذليلا. وعشان تذليلا. تذليلا. وذللت قطوفها تذليلا. وذللت. وذللت قطوفها تذليلا. أحسن، بس أنا عايزة منك حاجة. افرض أنا في مقطع أنا مش عارف أظبطه على بعض، نقطع المقطع. يعني زي ما عمل ودانية عليهم، بعدين نجي بعد كده خد كلمة ونقول الكلام ده برضو للمبتدئين في قراءة القرآن الكريم، أو حتى اللي قطعوا شوط في القراءة لكن بيتعلموا كيف يتلى القرآن الكريم. فهاجي هنا أقسم الآية. ودانية عليهم، ودانية عليهم ظلالها، ظلالها وذللت، وذللت قطوفها تذليلا. ما فيش تعب، ما بيتعبوش أهل الجنة، حتى الثمرة اللي نفسه تجيله وهو قاعد مكانه. صح ولا؟ صح. جميل؟ صح. يلا يا أستاذة سارة. ويطاف عليهم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت. وأكواب كانت. وأكواب. اهمسي اهمسي الكاف ساكنة. وأكواب كانت كوارير. لا، كواريرة دي حاجة تانية، حاجة كده زي. أيوة، القاف حاجة والكاف حاجة. هقول على القوارير كوارير، هتزعليه. صح، الأكواب القوارير، يعني
هي أكواب من الفضة الخالصة بتلمع كأنها زي الإزاز. يلا يا سادن. قوارير من فضة قدروها. قد مش قد قد يا دي دال ولا ضاد؟ دال. طيب. قدروها تقديرا 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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. ما تقلقلش الضاد تاني. خضر. لا بتقلقل خضري دي ما بقلقل خضر وإستبرق وحل. أقف عليها. خضر. خلاص يعني ده موضوع بقى. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. وقف. خضر وإستبرق. خضر. هقف على استبرق. أكمل لا بعدين. أقف عليها. وأكمل. وحلوا بقى أساور. خضر وإستبرق. وحلوا أساور من فضة. أساور. مش راء، الراء مفتوحة عندك هتبقى مفخمة. أساور من فضة وسقاهم. وسا مش وصا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بحضراتكم من جديد. معانا من الأسئلة اللي جت على صفحتنا زوجة بتقول في زوج يقول إنه هيوزع كل فلوسه للجمعيات الخيرية عشان ده اللي هينفعه في آخرته ومش هيترك أي شيء لأولاده وزوجته لأنه مش هيتحاسب عليهم. فرجاء توجهي له كلمة. إزاي مش هيتحاسب عليهم؟ الإنسان سيسأل على كل يعني من هو قائم على رعايته والحفاظ عليه. والسؤال ده بس في الأول أنا دايما أحب أن احنا نرتب أفكارنا عند الإجابة في السؤال. لابد في عند الإجابة أن نؤكد على عدة معاني. صحيح أنه الإنسان مدام أهل للتكليف والتصرف هو طبعا أحق بماله من الناس كلها زي ما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يعني ملوش داعي ولا ينبغي لإنسان أنه يتسلط على غيره وأنه يؤثر على إرادته في التصرف. صحيح هذا حقه، لكن التصرف أي تصرف الإنسان كمان في نقطة تانية قبل ما نجيب. يبقى أول حاجة الإنسان حر فيما يملك، وكمان لما الإنسان يجي يعمل أي شيء اللي هو التصرف حال الحياة
بيجي يعمل يدي حاجة لحد، يتبرع بحد بحاجة لمؤسسة، أو يدي حد لأولاده شيء، ده مش من باب الميراث ولا من باب الوصية، ده من باب الهبة غير المشروطة والعطية. وما فيش حد يعرف يعني مين هيموت قبل مين، فعشان قاعد أنا أنمق برتب حاجات هي مش في إيدي أصلا. صحيح ده حق كل إنسان إن إحنا نبقى عارفين إنه حر فيما يملك، وإنه هناك فارق بين العطية وبين الميراث وبين الوصية، مهم نعرف ده. لكن ينبغي للإنسان إنه يحرص، عشان بيقول أنا مش هتحاسب عليهم، لا، لابد وينبغي على الإنسان المؤمن أن يحرص على ما يصلح أهله والذرية بتاعته من بعده، مش يشبهم كده بعد كده يروحوا يشحتوا من الناس ما يلاقوش لقمة يأكلوها ولا هدمة يلبسوها ولا حياة كريمة يكونوا فيها. وإنت مأمور بكده، لأنه صنع الإنسان ورعاية الإنسان وتفكير الإنسان قدر الطاقة في حدود ما يملك في الأهل والذرية بعد الممات، تستجاب للتوجيه النبوي الكريم اللي وجه إليه سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. لأنه ورد في صحيح البخاري عن سيدنا سعد بن أبي وقاص أنه قال، بيحكي بيقول، جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، جاي يزورني وأنا كنت تعبان، فهو بيقول كان يعودني من وجع اشتد بي وزمن حجة الوداع. فهو بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، بلغ بي ما ترى يا رسول الله، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن لي. فقال له أنا تعبان ويعني خايف إن هو يعني ينتقل، وأنا عندي مال وما عنديش غير بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي، أطلع تلتين ما أملك؟ فالنبي قال له لا. طب قلت يا رسول الله بالشط أطلع نصه؟ قال له لا. قلت الثلث أطلع تلت مالي؟ قال له الثلث كثير. وأن تدع، أن تدع، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. الزوج اللي بيطعم زوجته، بيكسوها، ما يخليهاش محتاجة الحاجة ومش محتاجة لحد، عليها أجر وثواب للإنسان. فمن آخرتك ومن الحفاظ على آخرتك أن ترعى الأهل والذرية، وإنك تفكر بعد، ومش بعد ما تنتقل تطلع كل ما تملك. وبعدين أنت النهاردة هتطلع كل ما تملك، افرض عييت بكرة هتعمل إيه؟ مين هيصرف عليك؟ ليس هذا بعقل، خذ من غناك لفقرك، وهذا توجيه أيضا نبوي كريم. ومين هيعيش قبل مين، مين هيموت قبل مين، دي مش بإيد الإنسان أبدا. فالإنسان يعقل، وفي هذه الواقعة تكاد تكون هي حالة السؤال المسؤول عنها اللي احنا بنتسائل فيها. وده اللي احنا برضو بننصح به الزوج الكريم ونؤكد عليه، زي ما ننصح الجميع وأنفسنا قبل الجميع بالمعاملة بالحسنى والمعروف، ده شيء مهم جدا. برضو إذا وجد الأهل إن في شيء بيؤثر على هذا الإنسان مما يعني يجعله قد يضيع ماله أو ملكه، فالأولى في الحالة دي لو لقينا إن في وضع يعني يعتبر صعب، أو أنتوا حاسين إنه يؤدي إلى الهلك، هلاكه أو تضيع ما يملك، فالأولى إحنا في الحالة دي نشوف حد متخصص، تخصصات الدقيقة من أهل الطب، ولا بأس إن إحنا نراجعه، ولا بأس برضو بمراجعة قانوني ثقة أمين في مثل هذه الأحوال وغيرها. وكل ذلك يكون بالحق لا بالباطل يا صاحبة السؤال. بالنسبة لآخر سؤال معنا النهاردة، هل الدعاء يغير القدر؟ وجالنا سؤال عليه في الهوى مرارا وتكرارا، وأشرنا اللي احنا هنجيب عنه باستفاضة في حلقة الرد على الأسئلة. لو تتذكروا حضراتكم في هذا السؤال اللي بيتكرر كثيرا، ذكرنا بما ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يعني ربنا سبحانه وتعالى مدون عنه كل شيء إلى أن تقوم الساعة،
كله في علم الله جل جلاله الله. فكل ما يحصل للإنسان هو مقدر عليه قبل ميلاده وقبل ما يتوجد وقبل ما يكون موجود. كل بقى حاجة، كل شيء، سواء كان الرزق بتاعه أو الأجل بتاعه أو هيتجوز مين أو هيكون عنده أولاد قد إيه أو هيكون غني أو فقير، هيكون من أهل السعادة أو من أهل الشقاء، هيكون طويل العمر أو قليل العمر، يعني كل ده مكتوب. ومن المعلوم والمقرر شرعا إن القضاء نوعان. عشان أقدر أفهم هل الدعاء يغير القدر، لازم أفهم إن القضاء نوعان كما قال أهل العلم: قضاء مبرم، وده اللي هو قدره الله تعالى في الأزل وده ما يتغيرش أبدا. وهناك قضاء معلق. إيه القضاء المعلق ده؟ اللي هو في الصحف اللي في إيد الملائكة. فإنه يقال مثلا: اكتبوا عمر فلان إن لم يتصدق فهو كذا. لو فلان ده يبقى عمره 60 لو ما تصدقش، يبقى عمره 80 لو تصدق. هكذا يملى على الملائكة يكتبون في صحفه في الوقت اللي بياخدوا فيه المعلومات اللي بيحتاجوها في هذا الأمر. وفي علم الله وقدره الأزلي إنه فلان ده سيتصدق أو لا يتصدق، معلوم عند الله، هو معلوم، لكن هو بيعطى للملائكة المعلومات بأوقات محددة خاصة بالقضاء المعلق. فهذا النوع من القضاء مما ينفع فيه الدعاء والصدقة، لأنه معلق عليهما كما جاء في الحديث، وعليه نقدر نفهم تفسير الحديث الصحيح الوارد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط عليه في رزقه، ربنا يوسع عليه كده في رزقه، وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ يعني يزاد له ويتمد كده فيه في عمره وفي أجله. يبقى ده معلق على صلة الأرحام، يعني يأمر به المولى سبحانه وتعالى، فمكتوب. وبناء على اللي بيقوم به العبد بتثبت الملائكة، لكنه في علم الله معلوم. القضاء المبرم هو الثابت في علم الله تعالى وهو لا يتغير، والدعاء لا يتغير به القضاء المبرم، إنما يتغير به القضاء المعلق. الخلاصة إن القضاء المعلق هو ما في أيدي الملائكة، والمبرم هو الثابت في علم الله تعالى وهو لا يتغير، والدعاء لا يتغير به القضاء المبرم، إنما يتغير به القضاء المعلق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل البر وأهل صلة الأرحام ومن الذين يذكرون الله كثيرا، ويجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة،
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشف، ليس لها من دون الله كاشف، ليس لها من دون الله كاشف. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.